كان عمري 13 سنة حصل لي فرصة أني أزور واحدة من أكبر الشركات الإعلامية بالشرق الأوسط. كنت مبهور بالعالم والحركة اللي وراء الكاميرات. فمن وقتها كانت دائماً الفكرة براسي. بآخر سنة بالجامعة قررت أني أدور على فرصة تدريب بنفس الشركة اللي أنا رحت زرتها قبلها بعشر سنوات. من هناك بدأت الرحلة. أنا دايماً كنت بفكر اللي بيطلع على الشاشة ده بيطلع على الشاشة إزاي، فقررت أروح أعمل تدريب في محطة تلفزيون كبيرة. وفي الأول ما كنتش متأكدة عشان أنا دارسة تجارة، فأنا قلت لنفسي هو أنا داخلة هناك أعمل إيه؟ أول يوم صفر معرفة، بس عندي إن أنا عايزة أتعلم وعايزة أفهم الدنيا دي شغالة إزاي. عمري في حياتي ما فكرت إن في جيش بيطلع الحاجة دي على الشاشة. بحر كبير، شفنا الأبعاد الكاملة المجال الإعلامي، مجال كبير قوي، وأنا صراحة لقيت نفسي فيه. الحياة العملية تعلمك كل يوم دروس، تعلمك الإتقان، التواصل مع الناس، وأهم شيء تعلمك الصبر. عالم من الفرص وآفاق بلا نهاية. للمزيد من المعلومات زوروا eyh-injaz.org.